أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة على شاشة قناة النيل، ونستهلها بالعناوين. في كلمته خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، السيسي يطالب بالابتعاد عن دعوات التشكيك والعمل على إعلاء مصلحة الوطن. استمرار فرز الأصوات في الجولة الحاسمة من انتخابات الرئاسة التونسية. تركيا تعلن أنها ستتوغل داخل سوريا بعمق 35 كيلومترا، والجيش السوري يحرك قواته. أهلا بكم من جديد. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حرب أكتوبر عكست إرادة الشعب المصري وإصراره على استرداد الأرض وتحريرها من المحتل. وفي كلمته أمام الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، أشار الرئيس السيسي إلى أن هذه الحرب برهنت للعالم بأسره وقوف الشعب خلف القوات المسلحة لتحقيق الانتصار، وطالب السيسي المواطنين بالابتعاد عن دعوات التشكيك والعمل على إعلاء مصلحة الوطن. لا تزال انتصارات أكتوبر معينا لا ينضب من الدروس والعبر، ونقطة فارقة في التاريخ الحديث للعسكرية المصرية. وبمناسبة مرور 46 عاما على ذكرى تلك الانتصارات، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الندوة التثقيفية 31 التي نظمتها القوات المسلحة تحت عنوان أكتوبر إرادة وتحد بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة. إن دراستنا لنصر أكتوبر العظيم تقودنا إلى خلاصات ضرورية لبناء الوطن. أولها يكمن في التضحية من أجل وطننا والعمل بصبر واجتهاد لبنائه، وثقتي بشعب مصر ومعدنه الأصيل أنه لم يتغير وما زال قادرا وراغبا في التضحية من أجل وطنه. من لا يملك جيشا وطنيا وسلاحا عصريا لا يملك أمنا حقيقيا، هكذا أكد الرئيس السيسي مشددا على أهمية الانتباه لحروب الجيل الرابع والأساليب الحديثة في هدم الدول وتهديد أمن واستقرار الشعوب. إن تطور الحضارة البشرية امتد ليطال مفهوم الحرب الحديثة الذي بات يشمل أيضا الحروب غير المتماثلة والتي تتضمن حرب المعلومات وأساليب الدعاية الإعلامية التي أصبح الاكتزاء والتضليل وسيلة مهمة من وسائلها. الأمن المائي أحد أهم عناصر الحفاظ على أمن واستقرار الدول والشعوب، وفي هذا الإطار تعرض الرئيس السيسي خلال حديثه بالندوة التثقيفية لأزمة سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أنه سيتم إيجاد حل لهذه الأزمة بما يراعي المصالح والشواغل المصرية في هذا الصدد. وكشف الرئيس السيسي أنه سيلتقي برئيس الوزراء الإثيوبي قريبا لمناقشة تطورات هذا الملف. فإحنا عايزين نتفق مع بعضنا فإن ملء الخزان وتشغيله لا يضر ضرر بالغ بمصر، فاتفقنا على كده. واتفقنا كمان في بند في نقطة أخرى إن إحنا إذا لم نتوصل واحتاجنا إلى إن إحنا يبقى في وسيط رابع معانا عشان نوجد حل لهذا الموضوع. ده الموضوع باختصار شديد جدا، وده المسار اللي إحنا متحركين فيه من ساعتها لغاية دلوقتي. وكما كانت سيناء شاهدة على بطولة جيش وشعب حقق الانتصار في الماضي، فإن هذه الأرض الطيبة لا تزال شاهدة على عزيمة أمة وصلابة جيش في مواجهة الإرهاب ومد شرايين التنمية في آن واحد. هذا ما أشار إليه الرئيس السيسي خلال حديثه عن العملية العسكرية الشاملة في سيناء وكذلك جهود التنمية. إحنا من سنتين كنا قلنا ان احنا لازم نستعيد السيطرة على سيناء في خلال 3 شهور، واتصور ان انتم بمتابعتكم للي بيحصل ان احنا حجم السيطرة وحجم الاستقرار الامني اتحسن كتير قوي قياسا باللي انا كنت بقول عليه في الفترة ديت. لكن بالمطلق 100% تقول ان هذا الامر ممكن يتحقق هيحتاج مننا جهد اكتر،
ويحتاج مننا إحنا وأهلنا في سيناء تعاون أكتر. كانت فعاليات الندوة قد بدأت بعرض فيلم تسجيلي عن نصر أكتوبر وتاريخ رفع راية النصر على أرض سيناء، كما حرص الرئيس السيسي على تكريم الفريق عبد رب النبي حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، وكذلك المشير حسين طنطاوي نظرا لأعمالهما الجليلة أثناء قيادتهما للفرقة 16 مشاة والكتيبة 16 خلال حرب أكتوبر المجيدة، والجندي أحمد فوزي حسن أحد أبطال الصاعقة المصرية الذي أصيب في إحدى المداهمات خلال العملية العسكرية الشاملة في سيناء، في إشارة إلى تأكيد القيادة السياسية على التضحيات التي يبذلها رجال الجيش المصري بتعاقب الأجيال من أجل رفعة هذا الوطن. مش هيفوتني إن أنا سيد فريع عبد الرب أتكلم عن الفرقة 16 وعن الكتيبة 16. معانا قائد الكتيبة 16 سيادة المشير حسين طنطاوي، الراجل العظيم اللي قاد مصر في أصعب الفترات. تلا ذلك عرض الفقرة الفنية التي أعدت بواسطة إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والتي قدمها كورال أطفال وشباب مجموعة من المواهب الصغيرة، فضلا عن مشاركة مجموعة من الفنانين المصريين. علاء رشوان، النيل. وينضم إلينا عبر الهاتف اللواء محمد زكي الألفي، مستشار بأكاديمية نصر العسكرية العليا. سيادة اللواء، أهم الرسائل التي توقفت عندها في كلمة الرئيس السيسي اليوم والتي أوصلها للجيش والشعب في الندوة التثقيفية؟ الحقيقة النهاردة كانت الكلمة معبرة وقوية ومن القلب عن السيد الرئيس الطاهر في هذه الندوة، وأكد فيها على أهمية الصمود والوحدة وشهادة المصريين مواجهة ما تمر به المنطقة ومصر من موجات متتالية من أعمال خاصة لهذه الدول. أكد على وحدة الشعب وأكد على وقوفه دائما كما تعودنا منه منذ حرب 67، وقوفه خلف قادته وقياداته ومؤازرتهم ومؤازرة جيشه وإعادة تسليحه، وتبرع من أجل ذلك وهو مستمر حتى الآن في هذا الدعم وفي هذا الوقوف وهذه المساندة، ولكن دون أن يطلب منه أن يتبرع بسلاح بناء قواته المسلحة
التي تم إعادة بنائها على أحدث ما يكون من تنظيم وهيكلة وتسليح عالمي يعترف به ويراق مما وضع القوات المسلحة في صورة متميزة وقوية وفي ترتيب عالمي متقدم. أشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بقيام وزارة الصحة بالتنسيق مع مجموعة استثمارية سويسرية عاملة في مجال تقديم الخدمات الطبية حول الخطوط التنفيذية لمشروع المستشفيات سابقة التجهيز. جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اجتماعا بحضور رئيس المجموعة السويسرية ووزيرتي الصحة والاستثمار، كما وجه مدبولي بتنسيق مع وزيرة الاستثمار حول المجالات الاستثمارية الأخرى التي ترغب المجموعة السويسرية الاستثمار فيها داخل مصر. أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال دعم مصر الكامل لما تمر به الجزائر الشقيقة من ظروف استثنائية، مشيدا بالشعب الجزائري وقدرته على العبور بالبلاد خلال المرحلة الانتقالية بطريقة سلسة تضمن تحقيق تطلعات الشعب وتحافظ على استقرار البلاد. جاءت هذه الكلمات خلال لقاء رئيس مجلس النواب مع رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري سليمان شنين على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية 141 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في العاصمة الصربية بلغراد. وشدد عبد العال على أن ما تمر به الجزائر يعتبر شأنا داخليا تحترمه مصر، مرحبا بالإعلان عن الانتخابات في شهر ديسمبر القادم. وصل وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة النمساوية فيينا في مستهل جولة بمنطقة شرق أوروبا تشمل كل من النمسا وكرواتيا ولتوانيا ولاتفيا. وتأتي هذه الجولة في إطار تعزيز العلاقات وحرص مصر على استكشاف آفاق جديدة للتعاون مع المزيد من الشركاء الدوليين. من المقرر أن يلقي شكري محاضرة في رابطة السياسة الخارجية والأمم المتحدة في النمسا حول السياسة الخارجية لمصر، وذلك بدعوة من المستشار الفيدرالي الأسبق للنمسا. تتوصل في تونس عملية فرز الأصوات في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التي يتنافس فيها أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ورجل الأعمال نبيل القروي. وأشارت هيئة الانتخابات إلى أن نسبة الإقبال اقتربت من 50% في الجولة الحاسمة لماراثون الرئاسة، كما وكان قيس سعيد قد تصدر الجولة الأولى بحصوله على 18.4% من الأصوات، بينما حصل منافسه نبيل القروي على 15.5% من الأصوات. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف من تونس السيد باسل الترجمان الباحث السياسي. سيد ترجمان بعد التحية، كيف تابعت سير العملية الانتخابية وبدء عملية فرز الأصوات لجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، وهل هناك من أي مؤشرات أولية للنتائج؟ أهلا وسهلا. يعني في البداية كانت عملية انتخابية جيدة التي تمت اليوم في تونس، نسبة مشاركة تقارب 50% أو قد تزيد قليلا، خاصة لأن هنالك كان حراك شعبي كبير باتجاه المشاركة في هذه الانتخابات. كل المؤشرات فيما في عمليات فرز الأصوات تتحدث عن فوز كبير للسيد قيس سعيد في مواجهه السيد نبيل القروي، يعني بحدود ما بين 70-68% من الاصوات فاز بها السيد قيس سعيد. باعتقادي ان هذه الانتخابات ستشكل نقله نوعيه في يعني في المستقبل السياسي لتونس في مستوى منصب رئيس الجمهوريه. هنالك رئيس جمهوريه جديد لتونس ليس له انتماء حزبي، ليس له حزام سياسي حزبي، وبالتالي هو شخص مستقل وشخص ليس خاضعا لاي ضغط حزبي او يعني تحالفات او مساومات، وله رؤيه سيحاول ان يطبقها وسيحاول ان يفرض يعني بما يملكه من صلاحيات كرئيس الجمهوريه تطبيق مثل هذه القضايا على الواقع. يعني باعتقادي ان فرصه الانتخابات الرئاسيه لتونس قد توي بالفوز الكبير للسيد قيس سعيد، واليوم يعني الشعب التونسي سيحتفل بعد قليل بفوزه، خاصه وان يعني مساحه كبيره من انصاره
من مختلف الأطياف والمشارف السياسية أعطوه عدد كبير جدا من الأصوات يفوق ما حصل عليه السيد الباجي قاضي السيسي في انتخابات 2014، وهذا دليل على ثقة كبيرة بالشعب التونسي بشخص السيد قاضي السعيد. هزيمة النبيل القروي في هذه الانتخابات لها أسباب ومبرراتها، لها أسباب بقاءه لفترة طويلة، هو أسباب أنه لم ينل حظه من التكافؤ في الفرص في حملته الانتخابية، ولكن باعتقادي أن يعني نسبة التصويت العالية لصالح السيد قيس سعيد ستجعل من حظوظ الطعن وإمكانيات الطعن في نتائج الانتخابات أمرا صعبا، لأن فرق الأصوات ليس بسيطا، هنالك فرق ما يقارب ثلثين إلى ثلث أو أكثر قليلا، وبالتالي سيكون هنالك نوع من صعوبة الطعن في نتائج هذه الانتخابات، لأن الشعب التونسي اختار عن قناعة أن يكون هنالك رئيس جديد اسمه قيس سعيد، ويعني هذا هو خيار الشعب والذي سيكون له المسؤول يعني تحمل مسؤولية هذا الخيار وتبعاته في المرحلة القادمة. تمام. طيب سيد باسل، من وجهة نظرك ما هي أهم التحديات التي تنتظر الرئيس المنتخب الجديد، خصوصا كما ذكرت أن استطلاعات الرأي الأولية أشارت إلى تقدم قيس سعيد بفارق كبير أمام منافسه نبيل القروي؟ يعني السيد قيس سعيد كان واضحا منذ البداية أنه سيسعى إلى وضع إلى تطبيق دولة القانون، ذلك حالة من الانفلات القانوني في تونس، وبالتالي هو رجل قانون، رجل قانون دستوري، هو يريد يعني نوع ما من تعديل الدستور، يريد فرض انضباط قانوني في عمل الدولة. يعني الرجل من صفاته أنه رجل مستقيم، رجل سوي، ليس له يعني ليس له ما يمكن أن نسميه بماضي التفاوض السياسي أو التلاعب السياسي أو يعني الدخول في اللعبة السياسية. الرجل هو رجل قانون، وبالتالي كيف سيكون هنالك تأقلم أو أقلمة منصب رئيس الجمهورية مع الوضع القانوني الذي السيد قيس سعيد؟ اعتقادي هذه قضية صعبة جدا، خاصة وأن يعني مهام رئيس الجمهورية في تونس هي مهام بسيطة، يعني ليست بسيطة بالمعنى السائل، هي مهام محددة، بمعنى أن مسؤولياته هي الدفاع والخارجية ورئاسة مجلس الأمن القومي، باقي المهام هي من مهام رئيس الحكومة، وهذا جزء من الخلل الذي أوجده دستور 2014 في تونس، حيث أن رئيس الجمهورية الذي ينتخبه أكثر من 2 مليون مواطن تونسي على 7 مليون، يعني ما يقارب 40% من الشعب من الناخبين ينتخبوه، لا يملك سلطة الحكم، بينما رئيس حزب غير منتخب أو رئيس حكومة غير منتخب يمكن أن يحكم البلاد لخمس سنوات برلماني دون قيد أو شرط. هذه هي الإشكالية الكبيرة التي تواجه في المرحلة القادمة، هل سيتم تعديل الدستور التونسي؟ هل سيتم يعني اتخاذ إجراءات قانونية ودستورية من أجل خلق حالة من التوازن المسقوط بشكل كبير جراء عدم التوازن سلط بين السلطة رئيس الجمهورية ومنصب رئيس الجمهورية. شكرا لك سيد باسل الترجمان الباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من تونس. في سوريا تصاعدت وتيرة الأحداث مع تحرك وحدة من الجيش السوري باتجاه الشمال لمواجهة العدوان التركي بحسب وكالة سانا الرسمية. يأتي هذا في وقت وصل فيه عدد القتلى في صفوف المدنيين إلى 26 بنيران تركية، وسط أنباء عن سيطرة القوات التركية على بلدة الأبيض الواقعة شمال شرقي سوريا عقب معارك مع المسلحين الأكراد، في حين أعلنت أنقرة أنها ستتوغل داخل العمق السوري في حدود 35 كيلومترا. عقب هجوم تركيا الدامي على مواقع الأكراد في شمال شرق سوريا، أعلنت الأمم المتحدة أن الهجوم أجبر 130 ألف شخص على الفرار من منازلهم، مشيرة إلى أنها تتوقع بأن يرتفع هذا العدد أكثر من 3 مرات.
قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يانس لاركي أنه تم الانتقال إلى سيناريو الاستعداد لنزوح ما يقارب من 400 ألف شخص داخليا في أنحاء المناطق المتأثرة بالعملية التركية. وحذرت الأمم المتحدة من حالات نزوح جديدة من المناطق الريفية في محيط تل أبيض ورأس العين، مشيرة إلى أنه لا يزال القلق بالغ بشأن المخاطر التي تواجه آلاف النازحين الضعفاء بمن فيهم نساء وأطفال في مخيمات عدة للنازحين. وأعربت كذلك عن قلقها على سلامة موظفي 113 منظمة إغاثة دولية وتابعة للأمم المتحدة في المنطقة، بينما خفضت عدد موظفيها الدوليين إلى 200 من 384. وبدأت القوات التركية وفصائل سورية موالية لها هجوما واسعا ضد المقاتلين الأكراد في المنطقة الحدودية، وتخوض اشتباكات عنيفة مع ميليشيات سوريا الديمقراطية التي تحاول منع تقدمها في المنطقة الحدودية. وطال القصف التركي قرى وبلدات حدودية عدة بينها عين عيسى الواقعة في شمال الرقة على نحو 30 كيلومترا من الحدود. وقالت الإدارة الذاتية الكردية في بيان أن الهجمة العسكرية الهمجية التي تقوم بها تركيا وحلفاؤها أصبحت قريبة من مخيم عين عيسى الذي يضم الآلاف من عوائل داعش الذين تمكن بعضهم من الفرار فعليا بعد القصف. أدعت المجتمع الدولي والتحالف الدولي بقيادة واشنطن إلى تحمل مسؤولياتها والتدخل السريع لمنع حدوث كارثة لن تقتصر آثارها على سوريا فقط. وكانت الإدارة الذاتية أعلنت أنها تبحث عن حل أو موقع بديل لمخيم عين عيسى الذي يضم 13 ألف شخص بينهم 785 من عائلات التنظيم بعدما طالته قذائف القوات التركية. كما أخلت الإدارة الذاتية مخيما آخر يضم 7000 نازح ويقع على بعد 12 كيلومترا من الحدود التركية. يأتي هذا فيما واصلت المعارضة السورية المدعومة من تركيا هجومها على المقاتلين الأكراد السوريين في شمال شرق سوريا، وانضم عناصر الجيش السوري الحر المدعوم من أنقرة إلى التوغل الذي تقوم به تركيا ضد القوات الكردية. وواصلوا هجومهم على مواقع ميليشيات سوريا الديمقراطية في بلدة رأس العين الحدودية الرئيسية التي قالت تركيا إنها استولت عليها، لكن يبدو أن القوات الكردية السورية لا تزال متمسكة ببعض المناطق. ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق اللواء محمد عباس نائب مدير الأكاديمية العسكرية العليا سابقا. سيادة اللواء، هل تؤكد لنا أولا الأنباء عن تحرك الجيش السوري للتعامل مع القوات التركية التي يعني تحاول السيطرة بعمق 30 إلى 35 كيلومتر في الشمال الشرقي السوري؟ لا شك أن تقدم القوات السورية وانطلاق القوات السورية للتصدي لهذا العدو التركي هو واجب وطني وهو المسؤولية الطبيعية للقوات المسلحة السورية، خاصة إذا ما تذكرنا أن الاحتلال التركي كان واضحا وكان معلما تماما أنه سوف يحتل الجغرافيا وسوف يقوم بتهجير السكان وسوف يقوم بتدمير البنى التحتية، وهذا ما مارسه العدو منذ 5 أيام والأدوان التركي قائم بشكل طيب ما هذا هو السؤال سيادة اللواء، لماذا الآن التحرك الرسمي السوري ليس من 5 أيام مضت؟ ليس التحرك الرسمي السوري، نحن نتحدث عن تحرك عسكري. نعم، ما هذا تحرك عسكري بأوامر رسمية سورية أقصد. اسمح لي، التحرك العسكري دائما يوصف المشهد العسكري. القوات المسلحة السورية موجودة في منطقة القامشلي محدودة بعدة كتائب موجودة في هذه المنطقة، 1-2. في منطقة الحسكة أيضا توجد عدة كتائب دفاعية وبضع دبابات وبضعة سرايا وحدات مشاة. في المنطقة الممتدة من الرقة إلى دير الزور إلى الحسكة حيث توجد ما يسمى بقسد، هذه المنطقة كانت موجودة تحت رعاية التحالف الدولي الذي يدعم الإرهاب ويدعم تنظيم داعش، وبذلك لم يكن يسمح للقوات المسلحة السورية التقدم شمالا لأن قسد لا يختلف عن داعش على الإطلاق، لأن قسد وداعش ليست مسافة بعيدة بينهما لأن كلاهما مصنوعا أمريكيا،
لأن قسد في هذه المرحلة كان يعلن أنه لن يسمح للقوات السورية بالدخول إلى هذه المنطقة. بمعنى آخر، لو كانت القوات السورية سوف تدخل إلى هذه الجغرافيا وتصطدم مع قسد، فهذا يعني أن الأمريكي قد حقق الهدف المنشود من تحقيق الصراع السوري. الدولة السورية كانت تبحث دائما عن طريقة استعادة أبنائها. كيف لنا أن نستعيد قسد؟ كيف لنا أن نستعيد الأبناء الأكراد؟ اليوم فيما يبدو أعتقد أن هذا المساء قد صدر بات واضحا أن القوات السورية قد بدأت بالتقدم بالتنسيق والتعاون مع قسد. بمعنى آخر، هنالك قيادات من قسد تفرج باتجاه تركيا. وضحت الفكرة. أشكرك شكرا جزيلا. أشكرك شكرا جزيلا اللواء محمد عباس نائب مدير الأكاديمية العسكرية العليا سابقا. أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب نحو 1000 جندي من شمال سوريا، وأكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن عدد العناصر الذين سيتم سحبهم أقل من 1000 جندي. وقد أكد ترامب من جانبه أن عقوبة أمريكية صارمة على تركيا قد أعدت بالفعل وجاري إقرارها. وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد ترامب أنه اتفق مع رئيسة مجلس النواب وأعضاء الكونغرس بما فيهم الديمقراطيين على إقرار هذه العقوبات رغم مطالب الأتراك بعدم توقيع العقوبات عليهم. دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى وقف العملية التي تنفذها بلاده في شمال سوريا فورا. وفي اتصال هاتفي مع أردوغان حذرت ميركل من أن هذا العدوان قد يزيد من عدم الاستقرار في المنطقة وقد يتسبب بعودة تنظيم داعش للواجهة من جديد، مطالبة بوقف فوري للعملية العسكرية. في العاصمة اللبنانية بيروت احتشد متظاهرون أكراد ضد العملية ضد العدوان التركي على سوريا. المتظاهرون نددوا بالعملية العسكرية وبما أقدم عليه الرئيس أردوغان، مطالبين تركيا بوقف عدوانها على الشعب السوري في الشمال. احنا جايين نندد ونستنكر العدوان الاردوغاني الداعشي على شمال سوريا، بنقول للعالم اجمع انه يكفوا هيدا العدوان، هيدي خرق للسياده السوريه اولا، وهيدي اباده جماعيه بحق الشعب الكردي ثانيا. اكد السفير سعيد ابو علي الامين العام المساعد لجامعه الدول العربيه ان قيام حكومه الاحتلال بمحاوله منع تدريس المنهج الفلسطيني في القدس يشكل تعديا جديدا على حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاكا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية. كذلك في كلماتي خلال افتتاح اجتماع دورة المئة للجنة البرامج التعليمية الموجهة للطلبة العرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة. في إطار دعم القضية الفلسطينية وإيمانا بأهمية التعليم في الحفاظ على الهوية العربية الفلسطينية في الأراضي المحتلة، انعقدت لجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية بمقر الجامعة العربية. تكمن أهمية هذا المؤتمر هو الوقوف إلى جانب وزارة التربية والتعليم وإسنادها فيما تواجهه من هجمة احتلالية مدروسة تتعلق بانتهاكات إسرائيلية بحق العملية التعليمية وما تقوم به إسرائيل من عمليات قتل الطلبة وإغلاق المدارس وإخطارات وهدم وتزوير للمنهاج الفلسطيني. فيأتي هذا المؤتمر بشكل دوري للوقوف على ما هي المستجدات التي تعرض لها وزارة التربية والتعليم والعملية التعليمية والعمل على إيجاد الحلول المقترحة للمساعدة في ضمان حق الطلبة في فلسطين بالتعليم. خلال الاجتماع تم مناقشة تقرير الدول العربية في دعم التعليم داخل فلسطين ودور اتحاد الإذاعات العربية من خلال البرامج الموجهة. نذكر بالتقدير والاحترام ما قدمته مصر عبر مؤسساتها التربوية والإعلامية ليس فقط لخدمة قطاع التعليم الفلسطيني هنا بصورة مباشرة من خلال الجامعات المصرية، وإنما من خلال ما قدمته من دعم وإسناد في البرامج داخل الأراضي العربية المحتلة عبر منابرها الإعلامية المتعددة. بنعمل دايما لجان البرامج التعليمية بالجامعة العربية اللي بتهتم دايما بالتفاصيل المنهجية في دولة فلسطين ومحاولة العدو الإسرائيلي في تهويد المنهج الفلسطيني وتغيير الألفاظ العربية وإطلاق بعض الألفاظ اليهودية حتى يتناسى الطالب الفلسطيني هويته الأصلية. ومحنا كبرامج تعليمية في قطاع التلفزيون بنهتم دايما بالتفاصيل دي. ناقش الاجتماع سعي قوات الاحتلال إلى تغيير المنظومة التعليمية في الأراضي المحتلة للقضاء على الثوابت العربية الوطنية لفلسطين ودور المنظمات الدولية والعربية في دعم التعليم من خلال توفير الدعم المالي أو من خلال البرامج الموجهة للطلاب مع تدريب وتأهيل المدرسين الفلسطينيين.
يواجه التعليم في فلسطين تحديات كبيرة ويظل هدف لقوات الاحتلال الإسرائيلية، لأن بالتعليم تبنى الأمم. لذا يجب تكاتف جميع الدول العربية للحفاظ على المنظومة التعليمية في الأراضي المحتلة للحفاظ على الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني. من الجامعة العربية، منذر أبو دوح، أني. نشرتنا متواصلة معكم، وفيها بعد أخبار الاقتصاد توقيع اتفاقية التعاون الفني بين صندوق تطوير التعليم وإيطاليا. الآن مشاهدينا أولى وقفاتنا مع أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد. نتحول مباشرة إلى زميل محمد سليمان وهذه الجولة الاقتصادية. محمد، شكرا لك دينا وأشكرك شاب. أهلا بحضرتكم، أخبارنا الاقتصادية في بانوراما الثامنة وتتابعونا فيها. المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعلن تراجع عجز الميزان التجاري خلال شهر يوليو بنسبة 19%. أهلا بكم. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع تشيرو كاشيتاني رئيس شركة تويوتا لبدء الخطوات التنفيذية لإحلال ميكروباصات تعمل بالغاز الطبيعي أو بالدورة المزدوجة الغاز والبنزين بدلا من السولار. وأضاف رئيس الوزراء أنه من الضروري أن تتم عملية الإحلال عن طريق شركات تقوم بالتصنيع داخل مصر، وذلك من أجل تعزيز الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي ونقل الخبرات. من جانبهم، عرض مسؤول شركة تويوتا مقترحهم بشأن تصنيع ميكروباصات عالية الجودة التي تنتجها الشركة، بما يلبي حاجة الحكومة من الميكروباصات المطلوب أن تحل محل المركبات القديمة التي تعمل بالسولار. قام وفد كوري جنوبي يمثل العديد من كبريات الشركات الكورية الجنوبية بزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعرف على فرص الاستثمار الممنوحة للشركات والمطورين داخلها. تأتي تلك الزيارة تزامنا مع اهتمام الشركات الكورية بضخ استثمارات جديدة في مصر وإقامة توسعات لمشروعاتها الخاصة بصناعة الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية. أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة العجز في الميزان التجاري تراجع خلال شهر يوليو بنسبة 18.9% ليبلغ نحو 4.21 مليار دولار. وأوضح الإحصاء انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 5.7% ليبلغ نحو 2.22 مليار دولار خلال يوليو الماضي، وذلك في مقابل الشهر المناظر له من العام الماضي. بسبب انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها منتجات البترول والأسمدة والأثاثات. وأشار الإحصاء إلى أن انخفاض قيمة الواردات بنسبة 14.8% لتبلغ نحو 6.42 مليار دولار، وذلك بسبب تراجع قيمة واردات بعض السلع وأهمها الحديد والصلب والبلاستيك. استضافت وزارة التجارة والصناعة الاجتماع الأول للجنة الوطنية التنسيقية المعنية بالمشاركة في معرض إكسبو دبي 2020، وذلك بمشاركة ممثلي 25 جهة تضم الوزارات والهيئات المعنية بالمشاركة في هذا المحفل الدولي الهام. الاجتماع استهدف استعراض تطور العمل بالجناح المصري الذي يقام على مساحة 3000 متر مربع، وهي أكبر مساحة تحصل عليها مصر في تاريخ مشاركتها في الإكسبو، والذي يشمل الجناح 9 قطاعات رئيسية. تبان أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات وسط اختلاف اتجاهات المستثمرين، في حين لا تزال الأوضاع الإقليمية تلقي بظلالها على أداء البورصة، وهو ما انعكس في أحجام التداولات المحدودة اليوم. وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 800 مليون جنيه ليصل إلى 718.5 مليار جنيه بعد تداولات كلية بالسوق بلغت نحو 1 مليار جنيه. وفي سوق النقد، شهدت أسعار صرف الدولار تراجعا طفيفا أمام الجنيه في عدد من البنوك العاملة في مصر. وتراجع سعر صرف الدولار بمقدار قرش إلى قرشين ليسجل 16.23 جنيها للشراء و 16.33 جنيها للبيع. وجدير بالذكر أن سعر الدولار سجل تراجعا بأكثر من 1.50 جنيها منذ بداية العام الحالي.
أكدت وزارة النقل السعودية أن المملكة ستطلق منطقة لوجستيات جديدة في مدينة جدة على البحر الأحمر مفتوحة للمستثمرين من القطاع الخاص. وأفاد بيان الوزارة أن المنطقة الجديدة تهدف لتعزيز قطاع اللوجستيات للمساهمة في تنويع الموارد الاقتصادية للمملكة التي تعتمد على النفط، حيث يوجد في جدة واحد من أكبر موانئ المملكة. أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية انكماش الأسعار في سبتمبر الماضي بنسبة 0.3% على أساس سنوي، وذلك بعد ارتفاع الأسعار لنسبة 12% في الشهر السابق. وسجل معدل التضخم الأساسي والذي يستبعد السلع الأكثر تذبذبا في أسعارها سجل نسبة 1.5% في سبتمبر. وتتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة التضخم في المملكة للعام 2019 نحو 2.3%. تأتي أخبارنا الاقتصادية واستكمال بانوراما مع زميلي شهاب شعلان ودينا إبراهيم، تفضل. شكرا لك محمد. ومشاهدينا نتحول مباشرة إلى هذا المؤتمر الصحفي للجنة العليا للانتخابات التونسية. 5877 الأمريكيتين وباقي دول أوروبا، عدد الناخبين 10775. فرنسا 1، عدد الناخبين 31587. فرنسا 2، عدد الناخبين 24302. إيطاليا 7501. والعالم العربي وباقي دول العالم 10788. بالنسبة للتطور متاع العدد حسب الأيام، بالنسبة للعالم العربي وباقي دول العالم، أنا هي الأولى. إذن التطور كان حسب الأيام كما ترونه على الشاشة بالنسبة لمختلف الهيئات الفرعية دون الدخول في الإحصائيات. الأخضر نهار الجمعة والأزرق نهار السبت، واللون الفاتح كان يوم الأحد. تشوفوا أنه الإقبال كان مثلا في الدول العربية يوم الجمعة أكثر، خلافا للدول الأوروبية والأمريكيتين نهار الأحد أكثر، وهذا طبيعي باعتبار الأيام العطلة بحسب كل هيئة فرعية. نسبة الإقبال بكل هيئة فرعية حسب النسب: العالم العربي وباقي دول العالم 30.1%، إيطاليا 13%، فرنسا 2 20.7%، فرنسا 1 35.6%، الأمريكيتين وباقي دول الأوروبية 18.6%، وألمانيا 20.5%. إذن كما قلنا النسبة، العدد العام للناخبين 90830 بنسبة عامة 23.5%. إذن مشاهدينا كان هذا جزء من المؤتمر الصحفي للجنة العليا للانتخابات التونسية والتي تحدثت فيها عن نتائج فرز الأصوات في انتخابات الإعادة بانتخابات الرئاسة في الخارج. ويبدو يعني من هذه اللقطات التي استمعنا إليها أن فرنسا كانت من بين أكثر الدول التي حدث بها إقبال من الناخبين على التصويت، ولكن كانت نسبة التصويت بشكل عام 23.5%. نواصل نشرتنا الإخبارية. وفي شأن آخر، وقعت اتفاقية تعاون فني بين صندوق التعليم وأحد الأقاليم الإيطالية. يأتي ذلك في إطار الشراكة الفنية بين الصندوق التابع لرئاسة مجلس الوزراء وإقليم إيميليا رومانيا الإيطالي الشريك التعليمي للصندوق. نقل الخبرات والتكنولوجيا الإيطالية الحديثة ودمجها
ضمن منظومة التعليم الفنية. هدف اتفاقية التعاون الفنية التي وقعها صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء مع إقليم إيميليا رومانيا الإيطالية بحضور أمين عام الصندوق وممثلي الجانب الإيطالي. تنفيذا توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تطوير التعليم الفني وتغيير النظرة المجتمعية لهذا النوع من التعليم، استمر صندوق تطوير التعليم في إنشاء مشروع المجمعات التكنولوجية التي بدأ في تنفيذها منذ 10 أعوام. ويعد المجمع التكنولوجي بأبو غالب هو أحدث هذه المجمعات، والذي يهدف إلى تطبيق منظومة تعليمية متكاملة بالتعاون مع الشريك الإيطالي لتنشئة جيل من الفنيين ينهض بالاقتصاد المصري وقادر على المنافسة إقليميا وعالميا. اتفاقية جديدة تشمل العديد من أطر التعاون في مجال التعليم الفني، حيث أنها تتيح للخريجين من مجمعات التعليم التكنولوجي للحصول على شهادات تخرج من الجانب الإيطالي. اتفاقية التعاون الفني بين مصر وإيطاليا مهمة جدا للجانبين، وتأتي في إطار التعاون المستمر بين مصر وإيطاليا في مجال التعليم الفني من خلال التعليم والتدريب ونقل الخبرات لإتاحة الفرصة للشباب في أسواق العمل. اتفاقية مهمة جدا، لأننا نعمل على توطيد علاقاتنا بمصر في مجالات التعليم والتدريب ونقل الخبرات في كافة المجالات. الاتفاقية بتستهدف أن احنا بننقل الخبرة الإيطالية في مجال التعليم الفني، بننقل منهم مناهج مبنية على الجدارات طبقا لأحدث نظم ومتوافقة مع نظام التعليم والإطار الأوروبي. تهدف نقل خبرات أساسا حتى في طرق التدريس وكيفية نقل المعلومات للطلاب. تهدف إلى اعتراف متبادل بالشهادات، الطلاب عندنا بتاخد شهادة من الجانب المصري وبتاخد أيضا شهادة من الجانب الإيطالي، وده طبعا بيتيح ليهم فرصة الاعتراف بهم في إيطاليا والاعتراف بهم في الاتحاد الأوروبي ككل. شراكة فنية وعلمية خرج للنور من خلالها مجمعان للتكنولوجيا في الفيوم ورأس غارب كنقطة بداية للتعاون المصري الإيطالي في مجال التعليم الفني. على منتصر النيل. شارع 306 بمنطقة الدقي أحد المشروعات التي ينفذها صندوق تحيا مصر لأبناء محافظة الجيزة. جاءت فكرة المشروع بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي اقترح تشجيع عدة مشروعات للشباب للقضاء على البطالة. هنا بحي الدقي وبالتحديد أمام المتحف الزراعي، يلفت انتباهك شارع اتخذ من الرقم 306 لقبا له، يضم العديد من العربات الثابتة والمتنقلة والتي تقدم الأغذية والمشروبات للزائرين، حيث يتوسط الوحدات مقاعد ملونة وشاشات عرض للاستمتاع بالجلوس وسط الأشجار التي تتوسط للمشروع. نبيل الذي يبلغ من العمر 22 عاما واحد من المستفيدين من مشروع شارع 306، يقف في مشروعه الذي يقدم المشروبات الساخنة بكل أنواعها، ويحكي كيف استطاع المشروع أن يحميه من شبح البطالة. بقدم إسبريسو وكابتشينو ولاتيه، كل حاجة هنا موجودة هنا هو درينكس بس، تمام. والحاجة هنا بتطلع على أعلى مستوى، وكل حاجة عندنا برضو نظيفة جدا صراحة. الدخل بتاعه حلو، وهنا يعني مرتاح في كل حاجة، الشغل والمرتب هنا كمان جميل جدا وكل حاجة تمام. شارع 306 بالدقي هو الخامس بعد افتتاح نماذج منه في الماضة بمصر الجديدة وطنطا ودمياط، ويتم الآن الاستعداد لبدء المشروع في محافظات الصعيد. الفترة اللي جاية هتفتح في كل المحافظات، والصعيد طبعا واخد مننا إن شاء الله، يعني شباب الصعيد بقى يستعدوا للشغل إن شاء الله. فده مين لي الفكرة الرئيسية. لما جينا بدأنا المشروع ده هو ليه عدة أهداف. اللي حضرتك بتتكلم فيه إن هو بيقلل بطالة، هو بيقلل بطالة، بس بيقلل بطالة احنا بنشجع رواد الاعمال ان هو يبقى صاحب وحدة ما يستناش الوظيفة، ورواد الاعمال دول بيشغلوا معاهم عمالة مباشرة وبيشغل بالتبعية عمالة غير مباشرة. الشارع الذي يجذب الزائرين بالاضواء مصمم طبقا للمعايير الاوروبية، ويختلف التصميم من محافظة لاخرى، ومن المفترض ان يصل اعداد الشوارع الى 150 شارع في جميع المحافظات، في خطوة تستهدف القضاء على البطالة وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة دون الحاجة إلى انتظار الوظيفة. شارع 306 فرصة ذهبية تأتي في إطار حرص الحكومة على توفير فرص عمل للشباب والقضاء تماما على شبح البطالة بشكل حضاري ولائق. محمد الخطيب،
النيل. وختام هذه النشرة تذكير بأهم أنبائها. في كلمته خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، السيسي يطالب بالابتعاد عن دعوات التشكيك والعمل على إعلاء مصلحة الوطن. استمرار فرز الأصوات في الجولة الحاسمة من انتخابات الرئاسة التونسية. تركيا تعلن أنها ستتوغل داخل سوريا بعمق 35 كيلومترا والجيش السوري يحرك قواته. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام نشرتنا، قدمناها لكم من النيل للأخبار. شكرا لكم وإلى اللقاء.